وخلال جولته بقرية الأبعدية توقف رئيس السيسي وأجرى حوارا مع متطوعي مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعدية، كما أجرى حوارا مع عدد من القائمين على مبادرة إزرع خلال تفقده أعمال المبادرة. وتهدف مبادرة إزرع لتطوير الزراعة ودعم الصغار المزارعين في مصر، والتي تستهدف تحسين دخل 100,000 من صغار المزارعين وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة.